ايوه شنو درتوا اليوم؟ انا داسي وانا ندير هكا حسيت راح تلقى البيضات. سلقتيهم؟ سلقتهم في الاول وداك الصفار ما بغاش يخرج. اشو واش يخرج؟ وانا نديرو واحد التمصيل خويتو في المقلع خليتو كيتقلى. درتيهم في الماء كيتسلقو من بعد خويتي؟ بقى غير صفار خليتهم ديك 20 دقيقة. فوقاني طاب؟ اه فوقاني طاب. فوقاني البيض طاب. اه والصفر كيجي زوين كاع الصفر اللي ما طابش مزيان. الله يديك كيجي جيل لا مليحة هكا. شوفي كيف انا هنايا وجبت ايا تبصيل قالت لي ما كتعرفش تصاوب البيض يقدر يكون باقي مطايب. جيت ما كتخليش تعطل شو اذا عطلي فيه ديريه في هذا حسبي دقيقه هو ربع ساعه قالك تلقى طاب بالحق. ديك ربع ساعه يكون كيطبخ فيها ماشي يكون باقي الماء مسخان باقي. خد شوف فيه يلا صافي صافي كانوا يديك فزقين راه ما غاديش ما غاديش عليكش. خدي انتوما اصلا غير الفلوس الدرهم ما درهم ما الفلوس ما 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 كنخرج معاكم ب 20 درهم في النهار. راه الميزانيه هذيك اللي درت ليها الحساب انا في الشهر 60000 فرانك 600 درهم في الشهر غير سقاطة. كتي شنو حط ديك السلع حتى هدي حتى ستولو هدي انا هاديك ستولو اش هاديك تصوطي بلاص ما نهزلها ممكن نهزلو دراهم عاد راه ما هذيك انا قلت لكم الصباح الصرف نقرط لكم نقرط قرط قرط لكم نقصص لكم نقصص لكم حتى دينا جاب شكلاط بيض. دينا جاب دينا شكلاط بيض ناري هذاك راه ماشي الماكلة هذاك. انا قلت انا ما بغاتش المهم داك الفلوس ما يبقاوش كتمشيو